عيشها صح. العربيات حاجة أساسية في حياتنا، ومهم نعرف السلوكيات اللي المفروض نراعيها وإحنا راكبين العربية عشان نحمي نفسنا وما نكونش عرضة لأي خطر. أولاً، احتياطيات الأمان والسلامة. نربط حزام الأمان، ولما العربية تتحرك ما نمدش إيدينا برا علشان ناخد أو ندي لحد حاجة، ونكون عارفين إن فتحة السقف مش مكان مناسب علشان نقف ونلعب فيه. كمان بننزل من باب العربية اللي على الرصيف مش وسط الشارع. شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.